مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل بنات حوا، وحشتونا جدا. النهاردة حلقة مختلفة جدا، هنكون مع بعض في حلقة متميزة. هنتكلم عن الإرادة والعزيمة أول حاجة عايزين نتكلم فيها، وإحنا طبعا في شهر ذي الحجة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا أيام مباركة إن شاء الله. وإن شاء الله كل اللي ما راحش يحج السنة دي، إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله يروح يحج ويكتبها له إن شاء الله حجة. ويا رب كلنا نكون هناك واقفين على عرفة. حلقتنا زي ما قلنا النهاردة إن إحنا هنتكلم عن العزيمة والطموح، وهنتكلم كمان على الخير. دايما الخير في أمتي ليوم الدين، دايما بنلاقي خير كتير قوي، ودايما بنلاقي ناس بتقف جنبك وناس بتسندك وناس برضو بتقدم لك ايديها علشان تشدك لقدام وترفعك وتغير من حياتك. ومن ضمن الحاجات دي احنا طبعا في بنات حوا قدمنا كتير قوي من مبادرات اتكلمنا عنها وقلنا عليها كلام كتير قوي. ودايما الانسان لازم يكمل مسيرته ويمشي دايما في الخير. الفترة اللي فاتت احنا ممكن نكون مثلا كنا كلنا بنتكلم عن الكورونا، وكلنا كنا لازم نقف جنب بعض، بس دايما بنتكلم في الخير دايما. وزي ما قدمنا قبل كده مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان دايما بتسعى في الخير. النهاردة معانا دكتورة روتانا، معانا النهاردة نموذج مشرف من النماذج المشرفة في أعمال الخير، دكتورة روتانا محمد، دكتوراه جراحة الأسنان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا حبيبتي، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة وبخير وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير يا رب. يا رب، ربنا يخليكي. طبعا حضرتك نموذج مشرف في الإرادة والعزيمة. طبعا حضرتك تحديتي حاجات كتير وتحديت المرض، فاحنا النهارده مبسوطين ان حضرتك معانا. كنا عايزين بس نعرف الساده المشاهدين مين هي دكتوره روتانا. انا دكتوره جراحه اسنان، انا سعوديه. سافرت برا بسبب مرضي، يعني مش مقيمه بالرياض. طيب دكتورة روتانا، احنا بنعتذر لحضرتك، هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضرتك تاني. معانا نرجع تاني، معانا دكتورة روتانا محمد جراحة الأسنان. معانا دكتورة روتانا، أهلا حبيبتي. نعتذر لحضرتك. لا ما في مشاكل. كنا عايزين نعرف برضو، كلمينا عن دكتورة روتانا. دكتورة روتانا هي واحدة عادية ما فيها شيء. كل الحكاية إن هي عادت بأزمات كتير، صار عندي أشياء كتير في حياتي، خربطت في حياتي كلها. والمرض طبعا الحمد لله راضيه من اي شيء يجي من عند ربنا، انا راضيه به الحمد لله. صرت عندي اراده وقوه، وقلت لحالي ربنا ان شاء الله زي ما اعطاني هالمرض هو راح يزيله من علي ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. طيب عايزين برضو نعرف من حضرتك ايه الاعمال الخيريه اللي حضرتك عملتيها. عملت دار ايتام وعملت دار مسنين. ما شاء الله. طيب برضو احنا اكيد طبعا كل انسان جواه الخير. ايه اللي ده اللي دفع حضرتك ان انت تعملي دار مسنين ودار ايتام؟ يعني طبعا دار الايتام للاطفال.
ايه تمام. ايه اللي دفع حضرتك ان انت تعملي الاثنين؟ يعني دي حاجة عظيمة من حضرتك. قلت لحالي انا لو مت ممكن ما يتعمل لي عزا، يعني انا لو مت ممكن ما حدا يعز فيني، يعني ما حدا راح يتذكرني اصلا، يعني خلاص متي وما في شيء. هذه الاشياء انت عم تعمليها بتكون زي صدقة جارية، بتصير الناس تدعي لك تشوفي دعوات. انا بحبهم كثير، بحب الناس دي كثير، بدار المسنين بحبهم جدا، ناسهم كبار بالعمر ويصيروا يعني يحكوا ويحكوا عن اشياء صارت زمان وهيك، انا بضل اسمع لهم اتصنت لهم اشوفهم شو بقولوا، من جواتي بحبهم. بس انا عملت هالاشياء لهدف معين، قلت لحالي ان شان انا لو انا مت دول يضلوا متذكريني ويضلوا يدعوا لي، وتكون زي صدقة جارية. انا تبرعت ببيت سويته دار ايتام وبيت سويته دار مسنين، ان شاء الله يا ربي تكون في ميزان يا حسنات رب والله يا يتقبلها رب مني ان شاء الله، ويكملك الشفاء على خير ان شاء الله. ان شاء بس الله يا رب. زي ما احنا عارفين، يعني اي حد او اي انسان بيجيله اي مرض بيحس ان هو خلاص الحياة وقفت، مش قادر يتعامل مع الناس، مش قادر يتكلم، مش عايز يتكلم مع الناس. احكي لنا على تجربتك مع المرض ده، لأنه هو مرض يعني قوي جدا، وناس كتير قوي يعني اول ما بتسمع ان انا عندي سرطان فبتقف، ما الدنيا خلاص بتقف عندها. قولي لنا ازاي انت تعاملتي مع المرض ده وعشت حياتك. هي بالبداية هي عزيمة وقوة وإرادة من عند رب طبعا العالمين، أكيد طبعا، إيه وإيمان دي بربنا. بالبداية طبعا، دي تمام هذا الشيء. ثاني شيء أنا كنت مريضة وكنت تعبانة، بروح أخذ جرعتي الكيماوي، وفي نفس الوقت أنا بدرس إدارة أعمال أونلاين، وأنا معيدة بجامعة ما وبدرس شاء الله. لطلابي والدفعة بتاعتي، يعني ما في شيء من هالأشياء خلتني يعني لا، أنا الضربة اللي بتوجعني بتقويني. بتقوي. إيه أيوه أنا كل صدمات حياتي، يعني أنا شفت بحياتي أشياء كثير، ويعني أنا صغيرة على هالأشياء اللي بتصير في حياتي، شفت يعني أشياء كثير كثير ما حدا يتحملها قسماً بالله. فراق مثلاً أخي يمكن ده كسرني آخر، يعني هو وحيد اللي ما عندي غيره، يمكن من بعدها قلت لحالي يعني حتى لو أنت أسد بتكلك الضباع، لو أنت ما عندك أخ ولا عندك ايوه سند ولا عندك حدا، بس لازم حتى لو انا ضعيفه وابكي بيني وبين حالي، ما ابكي قدام العالم وقدام الناس، صير انا قويه وانا بعطي حالي لحالي، اقول لحالي انت لا تبكي لا تحزني انت قويه، ايوه لازم تكوني قويه، لازم قومي لا تمرضي لا تنامي، يعني فوقي صح يلا شوفي بدي. عملت مؤسسه، وهالمؤسسه مشان يضل اسم ابويا موجود، يعني ما يروح اسم ابوي. ضليت تمام سويت مؤسسه مقاولات، وقلت هل هي المؤسسة لازم تكون موجودة بالمقاولات ليصير الاسم دايما ما يموت، يعني يصير الاسم موجود. إن شاء والحمد الله لله الحمد لله رب إن شاء العالمين. الله. طب قولي لنا دكتورة روتانا تجربتك بالسويد. تجربتي بالسويد، هون هم الأجانب عامة بيعطوا لك باور، يعني يعطوا لك أيوه يعني وقت انت تكوني مريضة حزينة زعلانة، هم عندهم كتير يعني أخلاقهم بالحنان والطيبة والإنسانية موجودة صراحة، يعني شوفي يقولوا لك لا لازم تكوني انت، يعني حتى وقت الكيماوي بيعطي لك اياه وهم حاطين لك موسيقى ويغنوا لك ويسقفوا لك ويعملوا لك هيك اشياء بيدوا ما طاقة إيجابية. يحسسكيش، ايه ما يحسسكيش انت موجوعة، يقولوا لا انت طبيبة لازم زي ما انت طبيبة تقومي لتعطينا لتطبينا. انا يعني في مرة اتذكر جاتني واحدة هي مش موجوعة اصلا، تقول لي الحقيني قومي انا تعبانه كثير، راسي عم تنفجر، اسمعني وهي ما فيها شيء، وانا كنت بلحظه مرضي ما اطلع الدوام كنت بالبيت، قالت لي لا قومي اعطيني انت مو طبيبه قومي. شو وقتها بعديها بفتره عرفت ان هي كانت عم تقول لي هيك لتعطيني قوه واراده ان انا اقوم، لا انا اشوف حالي مش خلاص انت مرضتي تقعدي بالبيت، لا في اشياء كثير انت ممكن تعمليها طول ما انت قاعده، يعني مو خلاص تستسلمي للشيء، يعني قصدي مو نستسلم لاشي بسيط بيجي لعنا خلاص نستسلم على الموضوع ونقول خلاص بقى ما في شيء ويجينا هيك، لا لازم الضربه اللي تقوينا
يعني الضربة اللي بتوجعنا تقوينا، صرنا ايوه بقوة. تقوينا. واحنا كستات برضو عندنا عزيمه عندنا وعندنا قوة. اراده قويه جدا. الحمد لله. طيب قول لنا كده، احنا عرفنا ان حضرتك لقبتي بفخر العرب. ايه اعطوني اياها، ان انا فخر العرب واني انا ملكة جمال. وملكة جمال. ما شاء الله. طب اللقب ده علشان الأعمال الخيرية لا ما لا لا ما لها ولا؟ دخل خالص، لا ما لها دخل. إيه يعني لاني كنت عم اعمل هذه الاشياء وكنت عم اسويها. طبعا تعرفي المانيا او السويد هدول بيبقى فيهم ناس كتير متغربين، مثل العراق، مثل سوريا، مثل هيك اشياء، يعني فينا مثل مصر، مثل السعوديه، مثل الكويت، في عرب كتير منهم هناك. فانا كنت بعمل لهم ايام من غير ما بيدفعوا تكلفه الاسنان. فكان حتى حب الناس، انا بدي حب، ما بدي يعني انا بدي حب الناس. فهمتي علي؟ يعني في اشياء انت بتسويها عشان انت عايزه حب، مش انت عايزه ايوه ماديه. ايوه طبعا ايه ايه اهم حاجه. فانا كسبت حب الناس الحمد ايوه لله. طبعا اهم حاجه حب الناس، ان ايه احنا نقدم الخير الاول وبعدين نستنى بقى، يعني يجي خير ما ايه يجيش مش مشكله، ولا المهم ان ما احنا قدمنا الخير الحمد وعملنا لله. اللي علينا اللي ربنا قال لنا عليه. طيب كون ان حضرتك دكتوره، ف يعني انا دلوقتي ممكن يجي المرض لاي حد، مش لازم ان ممكن. هو يكون دكتور. لا هل حضرتك عشان انتي دكتورة فتعاملتي مع المرض ده كدكتورة لا ولا ما كإنسان اعرف شيء. عادي جدا؟ انا لا لأن انا تخصصي شيء ما له دخل خالص بهالاشياء. انا سنان، شو دخلني بتخصص غير؟ يعني في انت يعني انا كدكتوره ما ب... يعني ما بينفع احكي اقول البطنه تاخذ كذا او ما ادري شو مخ واعصاب. لا كل واحد له تخصص بحياته، يعني في تخصص ما ينفع اطلب فيه علاج ثاني. يعني انا اعرف بتخصص اسنان، ما لي دخل مثلا بالسرطان، ما اعرف من وين بيجي، شو علاجه، شو بيصير. فهمت علي؟ ماشي، انا عارفه كده كل ده، بس احنا كبشر كلنا واحد. بس انا طبيب، يعني مثلا اكيد مثلا في اعراض معينه بلحق نفسي بسرعه ان انا ايه ممكن صار لي حمى. إيه انت بتبي تعرفي شو صار اللي بعرف؟ يعني ايه صار لي حمى، يعني حرارتي صارت فوق ال 43 لمده 3 ايام، ما بتنزل نهائيا. يعني ايه وقتها طلعت على الماشيه، حطوا لي تلج وحطوا لي اشياء كثير عشان تنزل الحراره. ما في، كل الحراره بتزيد عم تعلى بالاكثر. وبعدين عملوا الإجراءات وشافوا تحاليل وشافوا هيك وطلع في سرطان بالدم. هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان ايه انا حبيبتي فهمتك. لو حد عادي ان انا ما مش هعرف الحق نفسي بسرعه، لان طبعا المرض ده في ناس بتتاخر فيه شويه، يعني بيلحقوا ايه نفسهم ايه ايه بيكون خلاص ايه تمام. طيب طبعا بما ان النهارده حلقتنا بتتكلم عن الطموح والعزيمه والاراده، عايزين حضرتك تقولي لكل انسان يكون عنده عزيمة ويكون عنده إرادة. يكون عنده شخصية، يعني عارف هدفه ايه، مو عنده، يعني ما يكون مذبذب. ما لا انا بدي هيك، لا مش هينفع هيك، لا يمكن هيك. لا لازم يكون انا اخذت، يكون في مبدأ في قرار. خلاص انا بدي اروح للمكان الفلاني، يعني انا اروح للمكان الفلاني، لا حوض يمين ولا شمال، هيك على طول. ده الهدف اللي انت توصلي له. إيه انا مثل ما قلت لك من قبل، انا معيده في جامعه. كل الاجيال اللي حواليا واللي قدامي او كل الدفعه اللي بتبقى قدامي كتير كتير بحسها محبطه وما عندهاش اي، يعني تصيري تتكلمي وتفهمي واقعد احكي واتكلم وياهم وهم بحسهم في عالم تاني. شو صار لكم؟ ليش انتوا الاحباط جبتوه من وين؟ يعني ما بعرف شو هالشباب شو فيهم والله. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. احنا بنتكلم ونقول لكل شباب لازم عندكم طموح وعندكم امل طموح وعندكم وإرادة وأمل، استمرارية في وأهم الخير. شيء كمان تكونوا قريبين من رب العالمين. كل ما اهم أنت بتقول حاجة يا رب وقريب من رب العالمين وتتعب مشان تلاقي، عمر الشيء ما بيجي بالساهل.
يعني ما بتدلي انت قاعده مكانك وتلاقي حالك اخذتي الشهاده، لا ايوه لازم طبعا تجهدي وتتعبي ايوه وتعملي كل جهدك اللي انت توصلي للهدف حقك، يعني ايوه للهدف اللي انت اتمنيتيه بالحياه. طبعا طبعا لازم كلنا نشجع حضرتك، واحنا طبعا حبيبتي يعني فخورين النهارده ان حبيبتي حضرتك معانا. بس عايزين حبيبتي نعرف انا كمان. تجربتك في ألمانيا، هي التجربة هي دي ان حضرتك خدتي اللقب ولا في لا، تجربة تاني في المانيا، ألمانيا؟ المانيا قالوا عني اني انا ملكة جمال. السويد قالوا اول سعودية توصل للعالمية، وقالوا اني انا فخر العرب اللي هم الماني الالمان. تمام. طيب دكتورة روتانا، طبعا احنا كلنا بنحب الحياة أكيد واكيد بنحب كل الناس اللي حوالينا. أكيد اتكلمينا عن الحب اللي مع دكتورة روتانا ودار الأيتام والأعمال الخيرية بتاع حضرتك، بلاقي الحب اللي حالي فيهم، بينكم. يعني لا ما بدي أبكي، يعني بلاقي حالي في وسطهم، يعني بحس كتير كتير. يمكن ناس كتير تقول فاقد الشيء لا يعطي، لكن فاقد الشيء أنا عن حالي فاقد الشيء بيعطي. لو أنت عانيتي بحياتك، لو ما لقيتي بعد فراق أب أو أم حدا بدبدب عليكي، بتحسي وقتها باليتيم، يعني بتحسي وقتها بالإنسان اللي قدامك إنه هو فعلا حد محتاج. طب طبق معنوياتك، اما تقولي بدي معنويه، مو شرط معنويه بالمصاري بالفلوس، يعني مو شرط ايوه طبعا معنويه بالمد، جبران الخواطر. مش لو الفلوس ما هي كل بتكسر حاجه. خاطر وبتكبر خاطر، ما كانش رب العالمين خلاها صدقه، لان يعني كلمه كلمه بتطيب بيها اللي قدامك. فانا هدول دار الايتام بالذات انا عملتها لاني فقدت الرحم وفقدت الامومه. يمكن يعني قلت لحالي ليش ازعل من هالشي، يمكن اكثر من طفل صغير لما بيجري عليكي وقت بشوفك قلت ايه فيكي، وانت بيقولوا لك انا لسه مو ام، يعني ما صار نصيب ان انا اتجوز او هيك، يعني انا لسه ما صار لي نصيب بجواز. ففقدتك يعني فقدت الرحم، يعني فقدت الامومه. فلما تخش دار الايتام كده وبتلاقي حالك بيجروا عليكي اكثر من 30 طفله يقولوا لك ماما روتانا، حسيت برضو اني ربك بيعوض. احنا طبعا حاسين بكل الشعور اللي حضرتك بتتكلمي عليه، وطبعا يعني مش عارفين نقول لحضرتك ايه، بجد بجد احساس رائع جدا، وطبعا شيء فظيع الامومة. طيب عايزين حضرتك بس توجهي كلمة لأي أنا حد. بس إيه أنا حابة أوجه كلمة لصديقة إلي، هي الوحيدة وقفت معي خلال 5 شهور فاتوا. وقفت معايا وما تركتني وقت عمليتي، ما تركتني خالص. هي من فرنسا اسمها نورة كطاية، فتحت لي بيتها، عملت معي أشياء، والله قلت وقتها إن ربنا فعلا بيعوض. فأنا بشكرها كتير كتير على كل شيء سويته معي. بشكركم جدا، أكيد بشكرك طبعا عن الحوار الجميل اللي صار بيني وبينك. إحنا اللي بنشكر حضرتك جدا، وبنشكر حضرتك لكل الحاجات الجميلة اللي أنت بتقدميها، وبنشكر حضرتك على الحب اللي حضرتك بتوصليه لدار الأيتام وبتوصليه لمسنين محتاجين فعلا الرعاية ومحتاجين الحب. وطبعا إحنا بنتمنى حضرتك تكوني معانا وتشرفينا في مصر، وده كده طبعا يعني يكون شرف لينا وشرف لبنات حوا ان حضرتك تكوني معانا. طبعا احنا بندعو كل الشباب وبندعو كل اي حد ان هو يبقى عنده طموح، يبقى عنده إرادة، يبقى عنده خير، اهم حاجة. طبعا لتاني مرة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، ويا رب تكونوا كلكم سعداء. وبشكركم جدا على متابعتكم لينا، وانتظروني إن شاء الله بعد العيد بمفاجأة جديدة من بنات حواء. بشكركم، مع السلامة.